ايش قد فترة هذه بين ما خطبتش المرة الأولى وبعدين؟ اتقدم لي كان يقول لي اتقدم لي يمكن اثنين كان يقول لي الخميس العقد. خير. ليش تأخر يعني ليش؟ شنو السبب؟ جهز نفسها. مو بالله يعني مو هذا. اشتري ملابس. عادي. أربعة أيام مو كان؟ أربعة أيام ما لحقت فستان وأنا ما أدري شنو بيقول زقتها. مش إحنا بأربيل وبغداد. تروح تيجي تروح ترجع شوي. شلون تتحملي يحكي مكسر؟ أنا علمت. ما تتنمري؟ لا أتنمر. أتنمر من يحكي كردي. شلون؟ بالعكس كردي تفول. بس ماني ما أفتهم. شلون تتنمرين؟ هاي قواية هاي قوية تيجي. شو تتنمرين عليه؟ من يحكي كردي مو من يحكي عربي؟ من يحكي عربي مكسر؟ جرب احكي يا كردي. ما أعرف أنا كرديتي مو كلش قوية. خصوصاً أني أحكي يعني أني تابعة أهلنا بدهوك. يعني هم قرايبي واهل ابويا من دهوك فمو من اهل اربيل فتعرف انت باديني؟ اعرف باديني بس مو كلش قوي بس الصوران اللي موجود باربيل وسليماني يختلف اي ماشي باديني تعرف اني تعرف انت تشواني تشحالته الحمد لله تشواني باشي اسباشم الحمد لله الحمد لله تشحالي تشافي من اسباشم قلك جانا ها قلك جانا حشمتكم وقلك جانا حشمتكي شنو يعني؟ يعني عوفي رجلك وتعالي يمي لا ما هيجي ما هيجي ما هيجي تحبيني لو ما أحب لا أنا حبيت الترجمة ماتك هي ما تريد الترجمة الحقيقية البنية تريد تروح لأهلها عوفها عايشة تعوفني؟ عوفيني شنو؟ يلعب على الوتر الحساس عوفي؟ طيب ما يقدر يا ما يقدر أنا إذا أبقى يوم أسبوع أخليك رأي اللغة العربية وبعد ما يحكي أبد ها علمك كردي لازم يعلمك علمتيك حكايتي كرديه ما يعلمني ليش انت القفي الكلام هيك بخلي بالك نبه القفين كم كلمه حف تعلمتي قلك يعني هوايه والله لو ما متعلمه قلك يعني هوايه الله على اللغه قويه مو لا انا اريد هو يحكي براحته عربي واريدك تجي تحكين براحتك كردي حتى من تتعاركين تفوتين عليه بالكردي وهو يدخل عليك بالعربي غير انا دا اعلم عربي حتى دا اطلع له مسلسلات مسلسل خان الذهب اوكي زين بس هو شو يسوي ما يحكي ابد كردي ابد احسن حتى يتعلم اها تدري ليش دقيقه عندك مسلسلات روح طلعي انا اسبوع اطلع على الشغل ارجع للشغل الساعه 6 6 ونص هاي تعبان اجي اعلمك كردي والله ماني طاقه والله ما بيها حد هم اشتغل هم اجي اعلمها يعني واحد شو لا خليه يتعلم والله